وقع كنت انا واصدقاء ديالي ممكن كنا كنضحكوا وهذا وداك لو ديسكور يعني خدا من حاجه واحده اخرى يعني ما وقع والو اصلا يعني كنا حنايا كنضحكوا يعني اون بونسي با داكشي اللي قلناه اون لو بونسي با فمعضيرة هو انا كنعتبره خطا مني ومن الاصدقاء ديالي وصي خطا يعني وغلطه كبيره اللي كنعتذر وكنسحبها داك الكلام كامل اللي قلت كنسحبه لان انا مؤمن يعني عقيده وممارسه ف كنشكر كاع الناس اللي تفهموا الوضعيه اللي كنت فيها ولا هذا وعذروني يعني وفهموا ان الحوايج كانوا غير بالهزل غير بالضحك اونترامي با بلوس يعني الف شكر الف شكر لكاع الناس اللي وقفوا معايا كسوسوا الفنان اصحابي كسوسوا لا بريس اكريت فيزويال الكترونيك الاعتذار ديالي كنقدمو عاوتاني مره اخرى وكنسحب هذاك الكلام كامل اللي قلت للشعب المغربي كامل قاطبه وكنطلب الصفح والعفو من الائمه ديال المغرب اللي هما مشهود لهم يعني بالكفاءه عربيا فكنطلب منهم الصفح وكنطلب منهم انهم يتفاهموا انني كنت كنضحك معاهم ماشي كنضحك عليهم وكنعتذر وكنطلب الصفح قصي والعفو من الاستاذ الكبير ديالنا عبد الاله بن كيران الا كنت قحمت الاسم ديالو عن غير قصد ولا باش نضحك شويه في يعني في مكان ماشي هو هذاك واكيد غنكون ضمط لانني يعني ماشي انا جبت كاميرا وحطيتها وجيت اوفيسيالمون قلت ديك الهضره بغيت نقول ديك الهضره اللي كان عند راسي كنضحك مع الدراري صحابي وداك اللي تصور اللي كان كيصور كاع ما شفتوش كاع شكون هو اللي كان كيصور لحد الان باغي ما عرفتش كاع شكون صور هذاك الفيديو شكون اللي لاحو يعني اكيد تكون النفسيه ديالي ماشي هي هذيك ولكن الحمد لله على اي حال. دابا رساله توجه للمتابعين ديالك. كنقول لهم شكرا على التفاهم ديالكم على الوضعيه اللي كنت فيها واللطه اللي كنت فيها وانني راني ما قصدتش هذيك الهضره وانا كنعاود نسحبها وكنلتمس العذر منهم كاملين.